جايبين بمحطتنا الدورية من عيون بيروت لليوم، وطبعا مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة معنا الميك اب ارتست نبيل مخول ليخبرنا أكثر عن موضة خريف 2014 بالمكياج مع سيدتي الجميلة. نبيل اهلا وسهلا فيك بعيون بيروت، انت من اهل البيت وضيف دائم عنا، يعني البدايه بدنا نعرف شو دارج لخريف 2014، خلصنا من الصيف بلشنا بدنا نقلب كل المكياج من التان للالوان للاي شادوز لكل شيء. يعني الموضه دائما كريمه عم بتكون، في كثير الوان هاي السنه، بس طبعا الوان دافئه لخريف 2014 2015. في تغيير شوي صغيره بالنسبه للحمراء، بنشوف انه الرموش كمان بعدها مسيطره بقوه هيدا الموسم كثير هالسنه، مش بقوه، يعني اكثر شيء عم ببين صار بالميك اب هو الرموش. مزبوط، لدرجه انه وقت تكون عم بشتغل كاندستري بالميك اب، بس تكون عم نطور المستحضرات وهيك، هلا رح يكون في عندي كمان سفره قريبه حتى اوضع اللمسات الاخيره على الرموش، تنبلش نصنع رموش جديده طويله على الاطراف، عبيه على الكعب، شيء كثير حلو. ورموش كمان بنفس الوقت تتركب من قلب العين، حتى في حال كان عندنا فتحه العين صغيره يصير في عندنا عين واسعه تبين اكثر، وبنفس الوقت ما بتحسي فيه انه هالتقل من الرموش على العين. بنشوف انه اذا بتطلعي بالعين بتشوفي رموشها كثيفه، بس تغمض العينين ما بتحسي فيه ابدا حدود للرموش المستعاره. هيدي بدها حلقه كامله متكامله لكن عن الرموش فكره لحالها. كل مره بنعطيكم شوي اضافات زياده. بضل عندك مثل ما بقولوا صيحات جديده نبيل، هي اول مره يعني بنسمع عن هالنوع الرموش اللي عم تحكي عنه. هلا هي كنوعيه رموش منا كثير جديده، بس انه اهم شيء تكون انه من شعر طبيعي وحسب الخيط اللي محبوك عليه الرمش. هذا الرمش مثلا بينحط مثل لنهار لليله يعني، او لا فينا نحطه على ست اشهر على ثلاث اشهر؟ لا، دائما الرموش انا اللي بشتغل فيها هي الرموش اللي ماكسيموم بتضاين جمعة، ما بتضاين أكثر من هيك، لأنه ما كتير بحب البرمننت لاشز. أوكي، يمكن شوي بضره يمكن العين أو حتى للرمش الطبيعي. ممكن إذا حدا أنه رموش عندها شوي ضعاف ممكن ساعتها أنه تخسر كمان رموشها بالرموش المستعارة الدائمة يعني. اها حلو، يعني هيك دائما في قصص جديده، خاصه انه عم نصنع رموش، حبيت الكلمه. يعني في لانه انا بشتغل كمان اندستري. انا بشتغل بعالم الاندستري صار لي تقريبا شي سنه ونص، ببرودكت لتروفي بطور المستحضر وبضيف عليه حتى نقلرات ببدايه 2015 نكون كملنا الجام كلها سوا. يلا الف مبروك من هلا بنهايه 2014. إذا بدنا نحكي يمكن شو اللي دارج لخريف 2014؟ الألوان طبعا البنيات هي ألوان كلاسيكية، ما فينا نعتبرها أنه موضة، بس أنه بدل ما تكون مثلا بني اللون البني الطبيعي، فيكون مثلا بني محمر، فيكون مثلا بني جاي على موف شوي صغيرة، يعني هون التنوعات بتصير من الأساس وبتضيفي عليها شوية أشياء. بنشوف أنه الألوان النحاسية كتير دارجة هاي السنة، الخليط بين الموف والذهبي كتير دارج هاي السنة. بنشوف أنه الشادوز اللي فيهم لمعات دارجين هاي السنة. الأيلاينر كتير هاي السنة نمبر وان، فيني نقول يمكن للمكياج لهالخريف أو لهالشتوية حتى. 100% بنشوف أنه ما بقى في الوان كثير غامقه فوق العين، بنشوف انه في تصليح العين، القوس تبعه للعين كيف بنصلحه بالوان شادو غامقه او فاتحه، بنرجع كمان بننتقل لسحبه اي لاينر كثير طويله، وخصوصا كمان انه صار فينا انه مع الرموش الكثيفه حتى لو كانت العين مبطنه نستخدم الاي لاينر، كان قبل نقول انه عيني مبطنين ما في احط لهم انا اي لاينر، بلا فيها تحط الاي لاينر وتحط رموش، وبنفس الوقت انه الاي لاينر الووتر بروف اللي هلا صار تقريبا معظم الماركات عم تستخدمه، صار كفيل انه تحط الاي لاينر الست تنام فيه وما تغسل، تنام على اسبوع فيه بدون ما يطبع الاي لاينر على الجفن، يعني في حال كان في تبطين. يعني اذا هلا انا بدي اسكر عيوني، انا اليوم كمان شغلي بس اي لاينر، كيف رايك شو الوضع؟ كثير حلو، كثير على الموضه وكثير لبق لك. بدنا نقول لها ميرسي لماتيلدا اكيد اللي هو اشتغلت لي الميك اب اليوم. ماتيلدا دائما بعذبها باخر لحظه ببعض الاشياء كمان انا. كمان انت لالك شخصيا. طبعا يعني هلا عم نشوف الانترنت مثل ما ذكرت، كثره رموش، اي لاينر، الاي لاينر بس بدنا نشتغله في عدد من الانواع الاي لاينر نبيل، يعني بتعرف فينا نفتح العين من تحت، فينا نسكر العين، فينا نعلي الاي لاينر، فينا نرفع، فينا شو اللي اكثر شيء او حسب العين
كل ايلاينر يعني بيلبق لنوع انت قلت يعني سالتيني السؤال وجاوبت عليه بطريقه غير مباشره. يعني انا بالنسبه لي الموضه هي كل ست بتقدر هي تكون موضه بحد ذاتها. يعني اذا دارج الايلاينر العريض والايلاينر العريض ما بيلبق لها، اذا عملته مش رح تطلع حلوه، يعني مش رح تكون هي عنوان للموضه. لبل اذا اشتغلته بطريقه مثل ما بيلبق، يعني بنشوف نحن انه العينين اللي او حتى مثلا الوجه اللي فيه شويه ترهل، كل ما علينا الايلاينر كل ما اعطينا نحن طريقه ليفتنج للعين اكثر. اذا كان في حال انه نحن نعطي عين شرقيه بنسحب الايلاينر لبرا اكثر مع ترفيعه من الاول وتعريضه من الاخير حتى يعطي الشكل اللوزي للعين. هلا رسم العين من تحت هون ساعتها بيتطلب قديش حجم العين، في حال كان حجم العين صغير نحن ساعتها بنعتمد الايلاينر من تحت حتى نعطي وسع للعين اكثر. لا تسحب العين اكثر لبرا. هلا في حال كانوا الخدود كثير كبار بنشوف انه العينين غرقانين بقلب الوجه. أوكي. الافضل نرسم العين من فوق بدون ما نرسمها من تحت، بهيدي الطريقه بنكون نحن اعطينا وسع اكثر للنظره. نبيل حكينا كثير، بدنا نبلش نطبق. ايه ورح نحكي انت وعم تشتغل اكيد، بس كمان بدي رحب بالموديل الموجوده معنا، لبنانيه اجنبيه؟ اجنبيه من بوسنيا. اليوم عم بشتغل انا ميك اب فروم اي تو زد. بين من ستيل وجهها انه هيك ايست يوروبيان يعني. مضبوط. عم بلش هلا احط انا السيروم، هذا السيروم تيعدي الافرازات وبنفس الوقت حتى يساعدنا بمد الفاونديشن اكثر. محبس انه نحط سيروم يمكن بيعطي اكلاء اكثر للوجه نبيل. 100% بيعطي اكلاء بنفس الوقت كمان انه ما فيك تجي تحطي كل المساحيق التجميل مباشره على الجلد. بدك تعرفي انت بتتعب الجلده، خصوصا اذا كان في حال عندك بشره دهنيه، هالبشره الدهنيه ممكن ساعتها تتفاعل اكثر مع المستحضرات. صح. بهي الطريقه بتكوني انت عملتي مثل طبقه عازله وصار فيك تحطي كل المستحضرات وصار عندك ملمس مخملي للجلده. ضروري السيروم مثلا ما فينا نستبدله يمكن بالدي كريم او كريم؟ هلا انا بفضل السيروم لشغله وحده، انه وزن السيروم على البشره سميك بنشوفه لا اخف من الدي كريم، والكميه الدهنيات اللي موجوده فيه بتبقى هو السيروم لانه بيجي البيس تبعوله حرير سلك. مشان هيك بس احنا نحط السيروم بنشوف انه بهيدي الطريقه يعني صارت البشره مرتاحه اكثر وعم تتنفس بطريقه كثير صحيه. هلا بلشت تمد التان، يعني بتعرف ليك كل واحد عنده طريقه نبيل لمد التان، في منهم بمدوها بالابونج، انت عم بتمدها بالريشه. مزبوط. شو الاهين للسيده بالبيت يعني اذا هي عم تعمل المكياج لحال؟ هلا تقول لك شغله، انا بفضل بالريشه لانه مثل ما بتشوفي مثلا هون شعرها مساوى للموديل. صح. هون بدي وجه تحيه لراني العالم اللي هو حب اليوم شخصيا هو يمشطها للموديل. تحيتنا لرامي. بقى بتلاحظي شغله انه بهيدي الطريقه انا ساعتها في فوت بين الشعر مد الفاونديشن بدون ما يعطي هالخط الفرق. أوكي. بين بنفس الوقت توزيع الفاونديشن بيكون بكميه اقل بتغطيه اكبر. في نوع تان مثلا بيلبق لكل ست، ومثلا كيف بدنا نعرف ننقي نحن التان؟ مثلا انا عندي هالمشكله دائما، بشتري التان يا بيطلع افتح من وجهي يا بيطلع اغمق من وجهي، خاصه بالصور، كيف بدنا نلاقي الحل للصور ليبين وجهنا لونه ناتشورال؟ تقول لك شغله، دائما بدك تطلعي على هيدي المنطقه، هيدي المنطقه بتشوفي انعكاسها لاي درجات، اذا كانت درجتها اصفر بتعرفي ساعتها الفوند التان بدك تنقيه مايل للصفار اكثر. في حال كان بيج هن عاده بيطلعوا على لون الايد. بيطلع على لون الايد بهيدي المنطقه لانه هون هي المنطقه من الايد، ومنطقه الصدر هي نفس اللون تقريبا بتعطيك لون الجلد الاساسي، هيك ساعتها بتعرفي اي لون بدك تختاري. يمكن الواحد اضبط لون فوندوتان بنستعمله ناتشورال وبعدين نفتح بالبودر او نغمق بالبودر. فينا كمان نعتمد هيدي الطريقه، بس هلا في شغله انه الفوندوتان ما بقى ينحط بس الفوندوتان على الوجه، رح تشوفي هلا بعد شوي كيف رح صلح انا شكل الوجه بالفوندوتان. اوكي، هيدي الوقت شو كيف بنعمل وقت بنعمل كونتورينج وهايلايتنج للبشره. لاحظي شغله انه انا هلا بس مديت الفوندوتان صار في عندنا تجانس بين لون الرقبه ولون الجسم ولون الوجه، ما بقى نحس انه في عندنا فرق. هيدي الشغله ما بتقدر تاخديها بالابونج لانه السبونج بتشرب من كميه الفوندوتان، واذا ما كنت عم بتمدي بطريقه سريعه ممكن ساعتها يكون في عندك تلطيخ باللون، يعني تحسي في اللون مبرقح مثل ما بيقولوا على اللبناني. اوكي،
اذا كل الوجوه بدها تصحيح نبيل او لا؟ اذا الوحده وجهها مثلا فورمته حلوه ما في داعي نصحح، يعني بس بنحط فاونديشن عادي. بنحط فاونديشن عادي بس بضل في عندك مطارح بحاجه لاضاءه. هون انا بشوف حتى اخذ الشكل البيضاوي مفروض هيدي المنطقه برزها الخدود. بحط انا لون كوركتر فاتح، يعني على الخدود بنفتح عادة لنبين يعني انه عندنا خد. مزبوط، في حال كان الخد غرقان، ونحن هون حتى نعطي جمالية أكثر للنظرة ونحس انه الوجه مرتاح أكثر، أفضل هيدي المنطقة نفتحها أكثر. هلا في حال في منهم بيعانوا من خطوط على دير التم، فينا نحن هول الخطوط كمان نضويها أكثر. وبنفس الوقت في عندنا حركة ممكن نعملها نحن على دير التم. هي في حال كانت الشفاف صغيره بنحط نحن كوركتر بهيدي المنطقه، وبالتالي بكون نحن عطينا كونتور ابيض للمنطقه اللي هي حوالي الشفاه، وبين عنا يعني بكون غشينا شوي واعطينا جماليه اكثر للمنظر. يعني صارت هون الست اذا عم تعمل مكياج هي بالبيت بدها ساعه ونص لحالها بين ما تقسم وجهها وبين ما لا ليكي، هي اذا بدك تجي للمضبوط اول مره يمكن تاخذ معها شويه وقت، بس بلش تتعود على وجهها يعني بتلاقي انه العمليه ما بتاخذ اكثر من 4-5 دقائق تتحط الفاونديشن على وجهها. ذكرت انه هذا الكوركتور اللي بنستعمله وقت نروح نشتري مثلا شو بنطلب؟ نطلب كوركتور او شيء معين؟ هلا هو في عالم بتقول له كوركتور، في عالم بتقول له مصحح للهالات انتي سيرن. هو المهم يكون في عندك تناقض باللون. يعني مثلا في شغله انه اذا بتلاحظي لون جلده هو على اصفر اكثر، انا استعملت كوركتور عاجي في بقلبه اصفر. يعني يمكن هون اضبط على السيده تروح عند خبير تجميل اول كم مره ليقول لها شو القصص اللي لازم تشتريها لوجهها، احسن ما تشتري على الفاضي وبعدين تلاقي انه ما مشي الحال، او ساعتها بتشوف انا باي بلد وبتاخذ الدوره معي كيف تعمل مكياجها. خبرنا عن الدورات نبيل، كيف عم بتكون الدورات؟ والله هلا بالاشهر القريبه اللي جايه رح تكون كثير يعني كثيره لشغله وحده، انه صار لي تقريبا من جون ما عملت جوله على الدول العربيه. رح بلش بالاردن بالتنسيق مع يعني في يقول عنه مخترع للالوان اللي هو فيكتور، رح يكونوا مثل عاملين مجمع لكل الاشخاص من الدول العربيه المجاوره اللي ما بتقدر تجي على لبنان، رح نلتقى بعمان ورح يكون في مثل دروس مكثفه بالفانديشن بالميك اب كله بكل شيء اشياء جديده. رح يكون اول بلد عمان بيرجع من بعدها جوله على كل الدول العربيه. اذا بدنا نقول اللي حابين ينتسبوا مثلا بهالدورات كيف بيتم الاتصال فيك؟ فيهم عبر صفحتي على الفيسبوك موجوده كل المعلومات، ممكن يتصلوا مع كل المنظمين لهالايفنت وبيتسجلوا، واكيد رح يكون كمان اللي بحب ياخذها انه كدوره مكثفه ومحترفه ممكن يحصلوا كمان على شهاده من بريطانيا. حلو. قد ايه مثلا مده الدوره نبيل بتكون؟ الدورات المكثفه رح تكون بين 3 أيام و4 أيام. اوكي، والغير مكثفه؟ والغير مكثفه بتكون تقريبا على اسبوع 10 أيام. اوكي، حبيب. بس هو اجمالا عم بتكون اكثر شيء لاصحاب الاختصاص مثل انه هيك حتى يعملوا ريفرش للذاكره يعني عندهم. يعني القصص الجديده يمكن كمان مزبوط. اللي نازله شو التقنيات الجديده، شو الالوان الجديده، كل هول الاشياء بياخذوها معي. وهي الدورات كلها تطبيقيه، مش انه مجرد حكي، هو لا حكي مع تنفيذ، وهن اخر شيء باخر يوم من الدوره رح يكون انه تطبيق لقالون تنشوف شو استفادوا من هال. قبل ما ارجع للفندوتان اللي عم تشتغلوا، لانه لاحظت عم بتغمق لها شوي على كرسي الخدود. مزبوط، هو عظمه الخد عم بغمقها انا، بما انه فتحت هون هيك بكون صار في عندي حجم أصلاً اكبر. صار عندها تشيك بون، صار مزبوط. عندها هاي تشيك بون بين، يعني قبل ما تخلص الميك اب كانه عمل لها خدود. يعني هون وقت نقول انه الفنانات عاملين متى عمليات لخدودهم يمكن يكونوا مظبطينهم بالميك اب، مش ضروري 100% مش كله عمليات تجميل. يعني اوقات كمان في شغله انه اوقات بيكون صار في عمليات تجميل وهالعمليات التجميل مانا ظابطه، فيك بالمكياج صح. كمان انت تظبطيها صح. بس بدي اذكر بصفحه الفيسبوك لك نبيل، صفحتي على الفيسبوك نبيل مخول،
مثل ما بتنكتب بالفرنساوي NABIL MAKHOUL، ونفس الحساب على الانستغرام كمان بيقدروا يشوفوا كل المستجدات. كله كلمه وحده هون عم نحكي، ما في لا اندرسكور ولا شيء. نبيل مخول، نبيل مخول حتى انستغرام. في نفوتوا كمان على اليوتيوب شانل كمان نبيل مخول، هيك بيحضروا حلقتي انا وياك اليوم. منيالك ما حدا اكيد، ومنيالك ما حدا اخذ لك اسمك، لانه هلا واحد عم بيعاني، ما في غير تويتر ما قدرت. ايه شفت كيف حدا اخذ لك اسمك؟ بس ما هيك سالتك يعني تفاصيل، في اندرسكور، في اب سكور، في لا ما في منهم هول الاشياء، بس انه لسوء الحظ تويتر ما قدرت اخذت الاكونت اللي هو نبيل مخول، نبيل مخول 1 حطيت. كمان غمقت على المنخار هون لنصغر المنخار، مزبوط، حتى اعطي انا، لان بتعرفي انت الكاميرا دائما بتضخم، مشان نحن يبين مثل ما هو بالحقيقه على الكاميرا، عملنا هيدي الكوركشن على المنخار. والله اليوم علمتني قصص يا نبيل، بدي يصير اطلبهم من ماتيلدا الا صغري لنا صغري لنا المنخار كبير. وما بيخفيها شيء ماتيلدا يعني اليوم. بس هي منخارها صغير للموديل، يعني بحاجه كنت انك كمان شوي ترجع ترفيع. تقول لك شغله، وقت انا برزت الخدود هالقد بس نعم المنخار كون برزتهم اكثر. اوكي، لانه استغربت، ما هي منخارها كثير مينيون يعني، هيك بتيت يعني صغير. اوكي، هلا شو عم نعمل؟ هلا انا عم نشف الفاونديشن شوي صغيره بالباودر. اوكي، هون عم نحكي كومباكت باودر مش بودر ليبر، صح؟ مزبوط، كومباكت باودر. ليه شو الفرق مثلا؟ لانه الكومباكت باودر انا عم بحطها بالريشه، بالريشه ما بتعطي هالسماكه القويه. هون عم بحط كمان كومباكت باودر بس لون اغمق شوي صغيره حتى حافظ على تصليحات اللي عملتها. كومباكت باودر بتحس انه التام بيثبت مزبوط على الوجه السيده، او بتحسه لا انه الليبر بيثبت اكثر؟ هلا تقول لك شغله، الليبر ما بتعطي سماكه، ما بتبين تجاعيد. هلا في شغله، في حال كنت مسمكه الفاونديشن اجباري تحطي تنشفي الفاونديشن بالبودر ليبر باللوس باودر، ترجعي بعدين تحطي كومباكت باودر تتكوني خفيتي كل الاشياء. انت شو بتفضل عمليا يمكن؟ انا عمليا بفضل يعني اللوس باودر، بس هون لانه عم نشتغل نحن تلفزيون في مجال انه نستعمل كومباكت باودر، او فينا نحط الاثنين يعني لوس باودر نرجع فينا نحط الاثنين. هلا في شغله انه كمان في اوقات فينا نستعمل باودرز بتملس البشره، هي البيس تبعولها كمان سلك. لاحظي انه كيف عم بيختلف الملمس. هلا عم بتحطها 100%. اوكي، وهيدي يمكن بتعطي اكلا، بتعطي اكلا، وبنفس الوقت انه المنطقه اللي هي حوالي العينين ما بتحسي انه على سماكه الباودر جعدت، لانه في كثير عالم بيقولك بس حطينا باودر حوالي عينينا مزبوط طقطق تحت العين، بتحس مثل الريد. هي ما بتكون عندها، هي هيدي لوس باودر بس مضغوطه، بس كرمال انه الاستعمال خلال السفر وهيك. معنا صديقة البرنامج رندا، أهلا وسهلا يا رندا. هاي، كيفك؟ كيفكن اليوم؟ اشتقنا لك. أنا كمان. وينك ما عم تسمعينا صوتك؟ ما عم بتسائل. يا الله يا رندا، بس عم تحضرينا. بس عم تحضرينا. بحضركم طبعا، بس ما بخلي دور لغيري. ايه حظي حلو أنا اليوم. فبدي أحكي مع أكيد تعرف وين نبيل، نبيل كله معك. هاي. هاي. هي اسم الله حلوة بدون مكياج، رحنا رح نزيدها جمال أكثر. أنت أحلى. تسلمي. واسم الله مكياجك كثير حلو يعني ناتشورال. ثانك يو، الله يخليكي. ميرسي كلك زول. هيدا يا رندا بعدنا بأول شيء، بس عم بيشتغل هلا على الفاونديشن على لون البشرة، شوفي بس يخلص العيون والحمرة. بس مبين ناتشورال يعني مضبوط. هلا بس نحط رموش مش رح يطلع كثير ناتورال، لانه مش رح نكتر كثير مكياج. اوكي. رندا. نعم. عندك سؤال شيء لنبيل، حابه تستفسري عن هيك طريقه مكياج لإلك؟ بحب اعرف وين عنوانه بالضبط. اوكي. عنوان بتاخذيه تحت الهواء. بحبه من الصبايا. من الصبايا، من رنا بتاخذيه. انا وياهم ما بقصر. واهلا وسهلا فيكي. اوكي. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هلا. يعطيك الف عافيه. شكرا لك على كل النبيل، يعني انا بعرف عنوانك، حزمت لي بقلب بيروت تحديدا بشارع بردا او كيف. مزبوط 100%. مزبوط بالبلازا 1.
هلا في شغله هي جديده جدا علي. هي جديده جدا عليك. نحن بنلاحظ شغله انه في اكثريه الاشخاص بيبقى عندهم وبر او شيء هيك بوجههم. هذا اسمه تغنيج للبشره. هذا تغنيج للبشره بهيدي الطريقه بتكون شلتي كل شيء فيه زوايد، ولاحظي انه انا عم مرقع على البشره ما في شيء عم بيتغير بالميك اب، لانه مش معقول شو مهضومه. بدي اجربها يا هي مش فرشيه تياب ديانا، الشعور مثل تبع فرشيه البيبي الصغير بس يكونوا عم مشوا له شعره. تشوف قد ايه بحب دلل السيده. مش معقول، فيري نايس. بهيدي الطريقه انا بيكون كل شيء فيه وابر على الوجه، خليته يكون متلاصق مع الجلد، وبنفس الوقت اذا في زوايد بالفوندوتان بتكون هاي الزوايد طلعت مع افرازات الجلد كلها سوا. بهيدي الطريقه تكوني اكيده انه العروس تاخذ لون بشرة من راسها لكل هيدي المنطقة متساوية اللون، وبنفس الوقت في حال انت صورتي بكاميرا التليفون ما ببين الوجه فاتح والجسم غامق مثل ما كنت عم بتقولي هلا. اوكي حبيت. نبيل ضروري يعني اطلع لعندك وجرب ميك اب. اهلا وسهلا. ضروري. اهلا وسهلا. يعني خلص الي او ساعتها بودي ماتيلدا لعندي على الصالون بيجي انا لهون. بتجي انت لهون اكزاكتلي. بنفهم هلا يعني بس دغدغت لها وجهها بهالفرشيه الصغيره، يعني تقريبا خلصنا التان او خلص التان. خلصنا التان، بعد عندنا رسم الحواجب، رح نشوف شغله كثير حلوه برسم الحواجب. شو بتفضل نرسمهم هلا او بعد البريك؟ مثل ما بدكم انتو، انا ما عندي مشكله. انا على بالي بريك وبنرجع بنرسم. اذا بنتوقف مع بريك علينا بنرجع بنتابع مع نبيل مخول. تكون الانترفيو لا اوربت ولا انسايد لوك اكسكلوسيف مع مساري. بدي اعمل غنيه مع فنان عربي او فنانه تكون جديده. الف مبروك جائزه الميركس دار. كثير فخور اني لبناني، كثير فخور اني عربي. معقول يدق القلب بلبنان؟ الفنان العالمي مساري ضيف انسايد لوك الخميس 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعوديه على قناه اليوم. فقرات عديدة يومكم سعيد تلخص كل ما يهم الصحة ويجعل حياتكم كلها مليانة بالصحة. فيتامين بما أنه المعدة بيت الداء، الدواء هو الغذاء. جمالك عوامل التعصيب ممكن تأثر على بشرتنا. أوميجا إيش رأيك في اللي بياخدوا الأنتيبيوتيك وما بيكملوا الجرعة؟ صحتي في نفسيتي. الراحة النفسية بتأثر في كل شيء في جسمنا. صحتي حياتي الموسم الثالث كل خميس 12:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. مروا بعصر فجعلوه ذهبيا. فهم حضرتك فهمت ايه؟ صباح الخير يا فندم. نجوم حلت ضيوفا في بيوتنا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اضافوا البريق لشاشاتنا. خلص الموضوع واجي احكي لك الحكايه من طقطق. سلام عليك. واعطوا الوانا للوحات سينمائيه باتت خالده. قدموا للفن السابع ابهى حلته. نجوم العصر الذهبي للسينما العربية كل يوم خلال شهر أكتوبر 11 مساء بتوقيت السعودية على سينما 2. أنا حابة أجرب حالي بمكان تاني، بلد تاني، ما بعرف في حدا ولا حدا فيه بيعرفني. لا تغلطي غلطتي وتضيعي من إيدك الشخص يلي بتحبي وبحبك. إذا رح تضل مصر على رأيك، لا أنت ابني ولا أنا بعرفك. رح نشتري شركتك بالشغل اللي فيها، والعجز اللي صار نحن بنتحمله. أصوات خافتة من الأحد إلى الخميس 11:30 صباحا بتوقيت السعودية، وشاهد الإعادة بحلقات متتالية الجمعة ابتداء من 12:30 صباحا بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. ما حدش عارف البلد هتروح بينا على فين، ولا الناس اللي بتحكمنا دي هتعمل فينا ايه. كله خايف من بكره.
واي حد هتجيله الفرصه ينهش ويجري هيعمل كده ومن غير ما اللي يخلي سيف يعمل حاجه زي كده يخلي اي حد في البلد يعمل نفسه. الإكسلانس من الأحد إلى الخميس 12:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية، وشاهد الإعادة بحلقات متتالية السبت ابتداء من 8:30 صباحا بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات. الولد ده مش ابني. ايه؟ توني هتيجي معايا تكتب الولد باسمك. يا مصيبتي في حد قاصد يخبي ابني الوحيد ومش عاوز يرجعه. التعليمات اللي انا اقولها تتنفذ بالحرف الواحد. احنا هنا بيت مش اسم بوليس. عارف انك اتورطتي ورطه ما حصلتش. انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي الغباء. الوتر المشدود من الاحد الى الخميس 9:30 صباحا بتوقيت السعوديه، وشاهد الاعاده بحلقات متتاليه السبت ابتداء من 6:30 مساء بتوقيت السعوديه على قناه المسلسلات. هل فاتتك حلقة من مسلسل بالشمع الأحمر؟ شاهد الإعادة بحلقات متتالية الجمعة ابتداء من 3:30 فجرا بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات، لن تفوتك الفرصة. هل فاتتك حلقة من مسلسل فيرتيجو؟ شاهد الإعادة بحلقات متتالية الجمعة ابتداء من 1:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية على قناة المسلسلات، لن تفوتك الفرصة. مستمرين مع الميك اب ارتست نبيل مخول اللي عم بيعمل لنا ميك اب مباشره على الهواء. اهلا وسهلا فيك نبيل مجددا. بعدك مثل ما بقولوا من البريك لهلا ما قعدت ولا دقيقه. لا شو لا وتضيع وقت. تضيع وقت بس ما اشتغلنا نحن بنوعدكم بالماضي كنا عم نتصور. ايه نحن ما غسينا المشاهدين. كنا عم نعمل سوشيال ميديا انا وياك. هلا بلشنا نرسم الحواجب. لحظه انه انا عم برسم داير الحواجب. اوكي. دارج الحواجب رفع او العراض لهلا؟ ابدا 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 دارجين العراض واللي عندهم شويه انحناء على الطرف. يعني ستيل مارلين مورو كيف من زمان. اضخم يعني شوي صغيره. كنا قبل دارج السيف يعني بنشوفها المره الترس. هلا كيف؟ اشترس؟ بيجيت دائما بدك تعرفي شغله انه بدايه الحاجب هيك مفروض تكون، نهايته هيك بهيدي الطريقه، والطلعه مفروض تكون على نص العين. يعني رجع درج الكعفه من من 100%. في انحناء شوي صغيره على الطرف. عكفه. عكفه هي هي. ايه العكفه. عكست الاحرف بتصير اوقات مع الواحد هيك بيقلبهم. نبيل قلنا لك هنا دارج العريض ويكون في انحناء على الطرف. على الطرف. واللي عامله تاتو بهيدي الحاله كيف فيها ترجع تغير طريقه الحواجب؟ فيها تربي حواجبها. وهي وعم تربي حواجبها انه تفوت يعني تتخطى التاتو من تحت ومن فوق، بهيدي الطريقه بضيع التاتو بيناتهم فيها ترجع تعمل ريشيبينغ لالهم. وفيها كمان اذا عندها كثير هون على الطرف طالع فيها تجي لعندي ومحي لهم بالاسيد. والله في طريقه يعني لتمحيه التاتو الحواجب. ما في شيء ما له طريقه. بس بيبقى شوي معلم محله ابيض صح او لا؟ ما لا، وقت اللي بتمحيه بالقسيط بيرجع لون البشره مثل ما هو كان قبل. يعني أوكي. ما بكون اللي عم بتغطيه ببيج ولا شيء. ايه لانه في طرق يعني بيقولوا انه بيبقى شوي معلم ابيض بتحسها انه اذا منا حاطه ميك اب شوي بشع. هي بتكوني محيتيه ببيج بهيدي الطريقه بتكوني انت هلا عم بستعمل الالوان الجديده اللي ان الله راد من هون لشهر بتكون صارت بالسوق. هلا بلشنا نشتغل بالميك اب بالاي شادو. شو الاهين لك نبيل تشتغل على عين صغيره مثل هون الموديل عينها كثير صغيره وهي كثير ناعمه او على عين الكبيره؟ لكن مع الخبره ببطل في عندك عين صغيره وعين كبيره، بصير في حاله وبتعالجيها، بس انه اكيد وقت يكون انا عم بشتغل على كاركتير شرقي بيكون قريب لإلي اكثر، الكاركتير الشرقي بحس بتفاعل معه اكثر، بس أكيد وقت يكون عم بشتغل على جمال انه غربي بحس انه هيدا الجمال منه بحاجه
لكتير انه اضافات لبل كمان انه حتى الجمال الشرقي ما بحس انه بحسه بده بس تحديد معالم اكثر ما هي مهرجان الوان واشياء. بنحس انه يمكن نحن عيوننا كشرقيين كبنات شرقيين بنحس انه قد ما بنحط ميك اب بيلبق لنا كمان مثل بشرتنا بتشرب هالمكياج. هلا 100% انه بتشرب المكياج بس ما كمان في شغله انه انت اذا حددتي معالمك يعني انت مثلا قبل كنت تطلعي بسموكي اليوم بنشوفك بس باي لاينر مع رموش كثيره هلا الايفكت تقريبا قريب لبعضه على الكاميرا بس اذا بتجي للمظبوط انت بهيدي الطريقه عم تبيني سمبل عم تبيني اليجنت اكثر عم تبيني انعم يعني هيدي مودة هلا هالعام وقتها عم نعمل الايلاينر بس نبيل فينا نقول حمرة او لا بدنا نبقى مخففينها فينا نقول حمرة كمان بنفس الوقت انه فينا كمان شغله كثير مهمه نعملها انه نحن فينا نشتغل عينين ناعمين وطم ناعم كمان بنفس الوقت انه نكون نحن هالصخب بالجمال هديناه اكثر وصار مألوف للعين اكثر. حكيت عن السموكي وعن الايلاينر، هل يا ترى نظرة العين بتفرق بين كل اثنين؟ يعني إذا وحدة حطت ايلاينر نظرتها غير عن نظرة السموكي؟ تقول لك شغلة، السموكي شوي بضيع شكل العين، بتحسي في ميك اب أكثر ما في رسمة عين. الايلاينر لا، الايلاينر بتحسي إنه ببين جمالية العين أكثر. هلا بلشنا انه نميل للايلاينر اكثر بعد ما ملنا تقريبا سنين كثير طويله عم خمس تحكي سنين اكثر سموكي من ضل خمس سنين لكن صح. وهلا حتى هلا بالموضه بتحسي انه سموكي بعده مطلوب بس في شغله انه ما بقى فيك انه يعني هلا مثلا بتشوفي انه صار في تان كثير فاتح سموكي على العينين وحمره غامقه هلا كثير درجة الحمرة الغامقة هلا بالحديث عم نشوف البن البوردو الغامق بس بتحسه للوجه الابيض 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 عم بيستعملوه إيه او حتى البوردو الغامق هلا فيك تفتحي لون بشرتك شوي صغيره بالفاونديشن وبتعملي هو الاشياء وبتشوفي انه حتى الخدود البلاش فيهم ظاهر كثير بتفضلوا مثلا هيدا الحمرة الغامقة تكون مات او يكون فيها شوية لون جلوسي يعني هلا في شغله انه الحمرة الغامقة هي اجمل تكون مات وبنفس الوقت انه الموضه مساعدتنا كثير لانه الالوان الغامقه عاملينها اكستريملي مات اكستريملي مات اوكي هيك اذا الوحده تمها كبير ما ببين اوفر 100% والتمها صغير كمان ببين اكثر بيعطي حجم اكبر يمكن على صح. وجهه هلا عم نشتغل اي شادوز بس حطيت روز ما هيك حطيت شوي. لون على بيتش اكثر هو وهون عم برجع انا فتح شوي صغيره بالذهبي اول العين اوكي بهي الطريقه بكون بلشت اقرب لالوان الاورنج اكثر لانه بدي اشتغل الوان اورنج لليوم بيتش ليه حطيت بيتش لانه اذا بتطلعي بالوانها للموديل بتشوفي انه الوانها على شقار اكثر على عينين ملونه بتحسي انه اللون البينك رح يطلع شوي قوي على يعني الوانها هي بما انه الاندرتون عندها يلو وقت اللي كنا عم نشوف نحن شو بدنا نحط لها فاونديشن اوبن بتشوفي انه الوان البيتش بتضويها اكثر الوان البينك بتحسسنا انه هي شوي كانها مشغوله مشغوله يعني كيف اللعبه وقت تكوني عم تشتريها بتشوفي انه كل الوانها على بينك بتحسيها لانه هي مثل منحوته نحن بدنا نجرب قد ما فينا نعطي شكل طبيعي اوكي بلشنا برسمة العين بالايلاينر لاحظي شغلة انه حددت انا زاوية العين اول شيء اول شيء ايه مظبوط وهلا عم بسحب الايلاينر تيكون كله يعني هو الاصول نبلش نسحب العين من الطرف وبعدين نفوت لجوا انا بعتمد بهيدي الطريقة هيك بكون ضبطت على قد شكل العين يعني كيف بدي ارسمه بس صعب الواحد يرسم ايلاينر يعني انا قديش شاطره اوقات بقول لحالي بالمكياج بس اجي لارسم ايلاينر بتلاقيني الا ما يعني ما بيزبط معي بتعرفي شو الصير؟ مليار بالمية وقت بدك ترسمي ايلاينر بدك تركزي على الايلاينر مش واتساب وايلاينر وانستغرام لطشه لطشه لالي حاسس انه انا بضل انستغرام وواتساب يعني انا بوعد المشاهدين بس تخلص الحلقه تكون نزلت الصوره انت وعم تحكي اذا بدك انا نشيطه يعني ما بضيع وقت ما انا نشيطه كرمالك حصورك وحنزلها هلا اون ذا سبوت انستغرام ها لما تقول انه ما عم بتوسع فيك ما عندي شك بالموضوع
وما تقبل نبيل غير مع كولاج كمان، انستا كولاج حاعمل لك وبيطلع احلى صوره بعمل لك اياها تاج. هون كمان عم نرسم العين الثانيه. لاحظت انك رفعته كثير 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 للايلاينر، ليه؟ لانه عامل رموش سبيسيال للحلقه اليوم. أوكي. مشان هيك ورموش اللي عاملهم كثير سميك وطوال. أوكي. مشان هيك لحظه شغله كنت عم بقول لك قبل، انا انه فينا ما نرسم العين من تحت في حال كانت العين من في حال كانت الخدود كثير بارزه، بما انه كبرنا نحن الخدود. لوك اب، رح احط قلم ذهبي بقلب العين. هذا ببين مزبوط ذهبي يعني، او بس كرمال الاكلاء انه بكبر العين من جوا، بيوسع العين اكثر. بحسه انا احلى من الابيض. ايه، بدي اسالك، كانوا عينين ملونين. كنا نستعمل الابيض قبل. ايه، لانه عيناي هي ملونين. بتحسي انه بس تحطي القلم الذهبي بتكوني ضويتيه لاكثر. ليه؟ لانه بتكوني زدتي صفار على قلب العين، بتكون ضوت العين اكثر. نبيل، في كمان بقلب العين الغير الاسود المعتمد يعني عند كل النساء وكل الماكيوريه، البراون بقلب العين. مزبوط. لأي لون عين هذا يستعمل؟ البراون يستعمل بتحسيه أكثر للعين اللي بتجي لونها بني عسلي، بضويها أكثر، يعني بس تكون الوحدة كثير حلو بتعريف. ايه، يعني بس تكون الوحدة ألوانها على شاتان لون شعرها، لون عيني على عسلي، ساعتها أفضل أنت تستعمليه لهول الألوان، بكون بهيدي الطريقة ضويتي لها عيني أكثر. هلا شو عم نحط؟ اي شادو من تحت العين. اي شادو بني عم حط من تحت العين. أوكي. حتى اعطي وسع اكثر للنظره، وبنفس الوقت بعطي كثافه للرموش، احسن ما احط لهم ماسكارا للرموش. اوكي، شو فينا نستبدل الاي شادو بني باي شادو تحت العين بغير لون لنكبر العين، لنقول اذا واحد بده يكبر عينه؟ هلا كل الالوان اللي بتميل للغامق، بس هلا رح في اخلطه مع موف. الاحمر، بقولوا الاحمر بيعطي، الاحمر بيضوي العين اكثر يعني. سو للكاميرا حلو الواحد يحط احمر. ايه مزبوط، بس بدك تحطي احمر، ما فيك تحطي احمر لوحده، بدك تحطي معه كمان انه ماسكارا كثيره او شيء هيك حتى ما تبين كانه العين تعبانه. اوكي، you're starting to look very beautiful. You are beautiful already, but now you are shining more. هون ضويت اول العين. حطيت شوية ابيض، مش ابيض، بيج تقريبا. بيج في لمعة حطيته على اول العين، هيك بتكون بعدت النظرة أكثر تما تبين قريبة من بعضها. هلا عم بتحط ماسكارا مع انك انت بدك تحط رموش. ليه عم بتحط الماسكارا؟ فينا دغري نركب الرمش على الرمش؟ فينا نركب الرمش على الرمش، بس ما تنسي انه نحن حطينا فاونديشن وحطينا باودر، ممكن يكونوا توسخوا شوي صغير الرموش. اوكي، بهيدي الطريقه بنكون نحن نظفنا الرموش، بنفس الوقت عرفنا باي نقطه بده يرتكز الرمش. اوكي، هيدي طريقة جديدة. عادة بحطوا التركيب الرموش يعني بلا ما يحطوا ماسكارا 100%، بس يمكن كمان بثبت أكثر وبتفتح العين أكثر، يعني بصير في عندك باز أقوى حتى تلقي عليها الرمش. حلو، هلا عم بحط الزي رموش. تقريبا رموش هيدا أنت عم تستعملها قطعة وحدة. هي أنا قطعة وحدة عم بعملها، بس أنا عم لزق كذا رمش مقصقصون وملزقون حتى يعطوني هيدا الشكل. اوكي. لوك داون. مش معقول شو صعب تركيب الرموش، خاصة القطعة وحدة بتحس إنه لحالها الوحدة ما فيها تعملهم، يعني بدها حدا بروفيشنال. بالعكس، أنا اللي بحسه إنه وقت تكون عم بتركب الوحدة قطعة وحدة الرمش أهين من إنه تركب حبة حبة. إيه، هو للأهين أكيد هيك أهين، بس قصدي إنه كمان صعب كمان تركبه قطعة واحدة. بتحسه من قدام شوي بصير يقب، مزبوط؟ مشان هيك بدك تنطري شوي صغيرة على التلزيق. واو. وبالملقط بتكبسيه على الرمش الأساسي. ليك كيف تغيرت عينها كلها بس ركبت لها الرمش. لاحظ الفرق بين هاي العين وهيديك العين. حرارة الإضاءة هون تلزيق ما عم ينشف. بده وقت أكيد لا. بده وقت. نرجع منكبسه بعدين. نرجع منحط الماسكارا ولا نكبس الرمش أكتر بس ينشف.
هو ما في ضرورة تستعملي ماسكارا مع هيك رمش. رح نشفه شوي صغيرة. نشفه؟ بدك سشوار؟ بدك ساعدك؟ بدك ساعدك؟ هون عم بس شفنا هيك عينه مثل فتحت شوي من تحت. صح، لانه بيعطيكي قد ما طلعت فيك هيك للعالي نبيل وجعتني رقبتي وكتافي. خاص هلا برات الهواء وخبرك على كل التفاصيل. ايه بس حبيت طريقه التان كثير اليوم، يعني هيك خدت منك شويه معلومه سرقتهم هيك بيني وبين حالي. هلا يعني استفدت. انا بدي استفقد الفراشه قبل ما افل. خلص كادويت عيد ميلادي في اجمل منهم الفراشه هول للتان. اكيد بس هيدي الريشه اخر وحده هيدي اللي بتمشط الوجه دي كثير حلوه. ريشه الغنج. ايه ريشه الغنج كثير حلو كيف برزوا خدودها هلا هيك بينوا. لحظه شغله قد ايه صارت فتحه العين مبينه على الكاميرا؟ تقريبا شي خمس دقائق لنكون خاصين كل الميك اب. نكون خاصين كل الميك اب. عم مشط هلا بمسكرة ذهبيه. انا هاي عم بستعملها المسكرة. مش معقوله شو بتعطي جمال، بتبين كانك زارع رموشك وهو ما بتكون عامل شيء، يعني بيكون الرمش طبيعي. لانه قد ما تكوني معلمه الرمش انا يعني قد ما تكوني معلمه الرمش بتكوني بهيدي الطريقه خصلت الشعر اكثر وبين انه انت كثير ايه. طبيعي اللي عملتيه. هيدي كمان في يقول انه مسكره الفنانه مايا دياب كمان بتستعملها بس لكل اللي بيفكروا انه انه عامله شيء. لا مش عامله شيء. مش عامله شيء، هيدي بس المسكره اللي بتحطوها على رموشكم، لانه انا تعلمتها كمان وصاروا عده اشخاص سائلين، قلت لهم يا عم المسكره روحوا اشتروها وحطوها على حواجبكم وشوفوا حواجبكم قد ايه ببينوا كثيفين وقد ايه ببينوا انه محطوطين مثل شعره 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 شعره. اللي عنده حواجب اكيد يعني هون مها عم نقول، مش اللي مثلا حواجبها كثير رفاع واستعملتهم، بس حتى لو حواجبك كثير رفاع واستعملتيها بتحسيها انه بتمشط لك الشعره شعره شعره شعره، بتبينهم انه اتخن من ما هن. هلا من بعد ما ضفنا ايه. البلاش على الخدود عم بلش ارسم التم. ولاحظي انه انا عم برسم على الكونتور الابيض اللي عملته وقت كنت عم باسس انا بالفاونديشن. عم بتعبي من جوا قبل برا؟ عم بعبي جوا وبرا مع بنفس الوقت، يعني برسم بحدد الكونتور برجع بعبي كل الشفه تما يبين في عندي تفاوت بين الرسم اللي رسمها وبين حجم الشفه. نبيل عم فكر هلا انه اللي عم يحضرونا على الهوا شو حيقولوا نحن النسوان فيك او انه عندنا كثير قصص بالحياه لنجمل حالنا. عرفت كيف؟ انه مسكرة للرموش، رموش للعيون، تصغير منخار، تكبير خدود. طيب سؤال، انه ليه بس يشوفون على التلفزيون بينغرموا فيهم بيصيروا لهم ايكون؟ مش غلط. هيدا السر. مش غلط. هي كلها بالاصول بروباغندا وكلها يعني يمكن طريقة ميك اب وشعر بتبين الانسان اكثر. 100%. واي سيده بتقدر تحصل عليها يعني حتى في شغله، لكن الاشخاص اللي بتواجدوا تحت الاضواء ما تفتكري انه كمان الشباب ما عندهم كمان بعض التريكس اللي ممكن تعمليهم بالميك اب لحتى يبينوا اكثر؟ هيدي حلوه، بدك تخبرنا شو عندهم الرجال؟ يعني مثلا في عندك اذا شخص عنده الدوبل مونتون هيدي من هون في يحطون باودر غامقه من هون حتى كمان بنفس الوقت بغمقها بتفوت لجوا. في حال منخار عريض في كمان يغمق الاطراف ببين كمان المنخار انعم، في حال كانت العينين جاحظه ممكن يحط شدو شوي بني. بيحملوا الراسهم برايك هالايامات الرجال يغمقوا شوي؟ لا هلا انا عم بحكي انه الاشخاص اللي بتواجدوا تحت الاضواء بس الفنانين عم بحكي اكيد مش انه رايحه على مكتب وحاطط فول ميك اب. شو بدنا نستعمل؟ حمرا؟ شو بدك؟ شو بدك انت؟ شو عبيت؟ احمر. احمر مع هول الالوان البيتش؟ لا موف. فينا نستعمل الموف، فينا نستعمل بيتش، شو بتفضلي؟ بما انك حطيت لها دراء من فوق البيتش بنعمل ريبيل كمان. اوكي رح نحط هيدا اللون الصارخ مع انه يمكن يقولوا لي انه هي لون صيفي بس ما بيمنع. حلو كيف هيدا بينفع للشتا كمان؟
فيك تحطيه بالستي بس تحته بدل ما تحطي البلاينر فاتح ممكن تحطي البلاينر غامق. يعني ممكن بيكسر شوي لونه. ممكن تحطي يعني البلاينر بوردو على كل الشفه وترجعي بتفتحي انت بالبيتش. مش معقوله انا شخصيا شو بحب الفواتح للتم بس هلا كثير دارج الغوامق شو بدنا نعمل بهالحاله؟ بتحطي لون نوت لا هو غامق ولا فاتح. بدنا نلحق الموضه وبدنا ما شفتي ليش انا كنت قلت ببدايه الحلقه انه ممكن انت تكوني موضه بحد ذاتها لانه اذا انت اتبعتي الموضه وحسيتي هالموضه ما بتلبق لك ساعتها انت بتكوني منك على الموضه. لكن عم ننصح السيده انه تتبع القصص اللي بتلبق لها اكثر. مش أزبط؟ اكيد اللي بتلبق لها اكثر. بدنا نقول لها نعيما you look very beautiful. Are you seeing yourself on the camera? Okay. رتوش يعني هلا عم نعمل. لا كيف في نقطة من التلزيق. تفضل تعبناك. أبدا ما تعبت من الوقفة؟ أنا تعبت عنك، أنا تعبت عنك. نبيل على قصة الوقفة، أنت أكيد كل شغلك من الصبح لعشية أنت واقف صح؟ معود يعني. ايه معود لانه في طاقم وراي حتى انا ضل اقدر اشتغل، يعني شو بدي اتشكر مين؟ الاوستيوبات ولا الاشخاص كلها لانه اكيد دائما في شيء على مصلحه شيء، بس وقت تشتغلي بغرام وبحب صح بتقدري تعملي اشياء على مدار ال 24 ساعه بدون اي تعب. وقد ايه كانت هالصيفيه يمكن حافله بالحفلات بالاعراس، قد ايه كان في عجقه وطلب على يعني ما بعرف ليش بيقولوا انه بخافوا يجوا على لبنان لانه الحمد لله كان في موسم اعراس جدا 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 صاخب جدا يعني في يمكن يمرق علي اوقات ثلاث ايام ما اعرف شو هو النوم لانه كمان بنفس الوقت طلعت نفذت كذا عرس برات لبنان اطلع اشتغل العرس وارجع اجي على بيروت على طياره وجه الصبح تلحق اعراسي بقى لا الحمد لله انا بحسه دليل خير وعافيه واكيد هلا بنبلش تخف الاعراس من لبنان وبنبلش نحن بالتكذر على كل الدول واكيد انا برجع بذكر لكل اللي بحبوا يتسجلوا بدوري رح تصير بالاردن فيهم يتواصلوا مع سيد فيكتور بيشوفوا الارقام كلها عندي على الفيسبوك بيج يلي قلنا هي نبيل مخول بيشوفوا الصور اللي محطوطه من قلب البرنامج هون وعليها كمان اسامي الاشخاص المنظمين وارقام تليفوناتهم تا يتواصلوا معهم. اكيد بدي اتشكرك نبيل مخول واهلا وسهلا فيك مجددا بعيون بيروت. يعني طالعه كثير حلوه قمر هي حلوه بس انه زدتها جمال. اكيد مشاهدينا هيدي كانت فقرتنا من ناحيه الميك اب بعد الاعلان ضلكم عم بتتابعوا فقراتنا من عيون بيروت مع ممثل الاعلام اللي مهرجان بيروت انترناشونال فيلم فيستيفال 2014 مع الياس دمر. ريلاكس من منطقة جديدة وكسليك تكواني جبال يستضيف ألمع نجوم الشاشة كيف أنت بتحب يعرفوا عنك من كافة الأقطاب الفنية ما بيموت هيدا اللون بس لكن نحن بدنا نحيي كل لحن بده يركب حسب الكلمة وحسب الفنان يواجهون أجرأ الأسئلة هي ومطلعت لك عيونك بتضلك تحبها أنت هيك ما بحب أعمل شيء أهلي ما بيرضوا فيه رح خليكم تستمتعوا بعد أكثر وأكثر من هلأ للنهاية ريلاكس كل جمعة السابعة مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم من القاهرة إلى العالم مصر ضد بكرة نبض الشارع المصري حتى الهمس بنقول بأعلى صوت بأبهى حلته الشباب عايز يعمل حاجة هتعملوا إيه الفترة اللي جاية دائماً معكم سبع أيام على مدار الأسبوع في كل مشاكلكم هتلاقونا دايماً معك انتوا كنتوا عارفين من إمتى أن البنزين هيزيد وأحلامكم في شباب عقله يتوزن ذهب من القاهرة إليكم كل جوانب ومناحي الحياة هل في تعامل مع رئيس الدولة؟ هل في تعامل مع رئيس الوزراء؟ صوت يهتف باسمكم الحكومة ناوية تعمل لهم إيه؟
هنحاول نشوف حلول. القاهرة اليوم يوميا 10:30 مساء بتوقيت السعودية على قناة اليوم. من قناة المسلسلات إلى